يسعد لي صباحكم مشاهدينا ومتابعين قناة زاغرس الفضائية، وأيضا صباح الخير للاستوديو ولكادر العمل في برنامج نسمة زاغرس. سؤالنا اليوم، إن ارتكب ابنك أو أخوك غلطا بحق شخص، هل سوف تعاقبه أم تقف معه؟ خلونا نشوف آراء الناس. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ابنك أو أخوك ارتكب غلط بحق شخص توقف وياه؟ إذا كان بحق الشخص ابني مرتكب غلط وياه، لا ما أوقف ويا ابني، بس أنا شو مو أترك لابني، أبقى وياه مسانده يعني، بس ما أقول له أنت لا أنت على غلط وهذا الغلط ما يصير، لازم أنصحه وعلمه وأنطي حق العالم إذا كان بي ضرر للحالة اللي هو سواها، اللي ارتكب الجريمة مثلا، دعم له واحد ونزل، أو سوى له في الجريمة، أو تعارك ويا الجيران، أو ضرب له واحد مثلا وعافى ما نقذه، ما وداه للمستشفى، ما كذا، ما قام بالإجراءات مالته، بديش الحالة إذا أعرف ابني غلط لا أوقف عند حده وأنصحه وأعلمه بالغلط ويصير درس إليه حتى مرة ثانية ما يكررها. بس ما لا عوفه، لا ما عوفه، لأن هذا الابن ما ينعاف ولا الأخ ينعاف. هو الولد من يريد يرتكب فالجريمة، خلينا نقول جريمة، يعني ينظر لمن؟ ما ينظر للشارع، ماكو واحد يتربى بالشارع، ينظر بداخل البيت، يعني من داخل البيت هي الإناء ينضح ما بي. إذا كان تربيته بداخل البيت صحيحة وإجراءات صحيحة ما يرتكب غلط الولد، بس إذا كانت بداخل البيت تربيته غلط هو راح يروح الطريق الغلط. إذا ابنك أو أخوك ارتكب غلط بحق شخص، تسامحه أو توقف وياه؟ أسامحه أو أوقف وياه؟ لا طبعاً ما أوقف وياه، لأن هو أخوي، وإن كان ابن عمي أو أخوي أو إنسان غريب ما أوقف وياه، لأن هو أصلاً ارتكب خطأ. من أوقف وياه معناته شجعه على الخطأ مالته، وراح يرتكب الخطأ على أخوه، راح يتجاوز جزء على أبوه على أمه، وجزء على أنا دافعت عنه يوم من الأيام بسبب هذا الخطأ. أبداً أنصحه، ما أتجاوز عليه أمام الناس، ما أقلل من قيمته وقدره أمام الناس ابدا، ما اكسر بخاطر امام الناس، بس بنفس الوقت انصحه، اقول له انت ارتكبت خطا، ارتكبت خطا بحق هذا الشخص، بحق شخص كان غريب او قريب، وعليه فانه تعتذر، قدم اعتذارك له، والاعتذار من شيم الكرام ومن شيم الشجعان، يعني الانسان اللي ما يعتذر مو يعتبر نفسه انه شجاع، لا ابدا، هاي فكره مغلوطه. الانسان اللي يعتذر هو يجب ان تحذر من عنده، لان شخص فاهم وعاقل ويعرف بالضبط انه ارتكب خطا بحق الناس فيتقدم للاعتذار. اذا ابنك او اخوك ارتكب غلط بحق شخص، هل تعاقبه او توقف وياه؟ طبعا هو حسب الذنب اللي ارتكبه، تكون العقوبة حسب الذنب اللي ارتكبه. إذا طبعاً أكو ذنب كل كبير طبعاً يتعاقب عليه ولازم يتأدب عليه. يعني مو لأنه ابنك أنت حد أو يعني توقف وياه؟ نعم، يعني مو لأنه ابنك أنت توقف. ما له دخل بهاي ابني، هاي حسب تربيتي أنا. طبعاً أنا يعني صاحب أولاد، وأكثر مرت علينا هاي الأشياء، من يجيني جيران أو صديق أو هاي يشتكيني من ابني حسب الذنب اللي ارتكبه هو. إذا كان فعلا مذنب لازم أنبهه وأعاقبه على هذا الشيء اللي ارتكبه. طبعا شيء أكيد، إن ارتكب أخوك أو ابنك غلط بحق شخص، تقف معه وتعاقبه؟ والله حسب الخطأ، يعني إذا كان هو فعلا مخطئ أكيد ما حوقف وياه، بس إذا كان خلينا نقول ارتكب خطأ يعني مو خطأ كل كبير، ولازم نفهمه بالطريقة الصحيحة، يابا أنت أخطأت كذا، بس إذا كان الخطأ كبير طبعاً حيكون دوري إني أعتذر للشخص المقابل، لأنه لازم ما يتحمل مسؤولية الخطأ. بس أكو عالم حتى لو ابنه أو أخوه كان غلطان، هو يعرف إنه غلطان يوقف وياه على موضوع القرابة، والله هذا أنا أخويا أو ابني، وطبعاً هذا غلط، لأن ممكن يكون هو مرتكب خطأ فعلاً. يعني إن ارتكب ابنك أو أخوك غلط بحق شخص، تقف معه؟ أشوف من الغلطان وأوقف وياه، يعني إذا أخويا غلطان مثلاً أوقف وياه أخويا، العفو أوقف ويا الشخص المتعارك وياه، وإذا الشخص هو غلطان لا أوقف ويا أخوي. بالتأكيد ما أوقف وياه، لأن الخطأ يبقى خطأ، لكن
مجتمعنا شويه بيه بعض العادات شويه شديده نسبيا، لكن بالتاكيد يحتاج عقوبه، يحتاج رادع بالتاكيد. شوف بعض الناس لانه ابنهم او اخوهم او شخص قريب منهم ما يعاقبوا. صح، هوايه موجوده عندنا بالمجتمع انه لما يخطا حتى مجرد خلينا نقول حساب بسيط ما يحاسبوا، او مجرد جزء كلام احتمال اعتيادي ما يسمعوه، خلاص يوقفون وياه اذا كان خطا واذا كان صح، المهم يوقفون وياه. انت اليوم كاب انت تعاقبهم؟ انا كاب انا الان عندي يعني انا فعلا الان اب، بالتاكيد عندي طفله، بالتاكيد اذا هاي الطفله خطأت بطريقة معينة بالتأكيد لازم أحاسبها على قدر الخطأ، يعني لا أبالغ بالرياكشن أو برد الفعل ولا أترك الموضوع يروح هيجي، لازم أكو حد معين، لازم هذا الطفل يتعلم. إحنا كنا صغار علمونا أهلنا أنه إذا أكو خطأ نتحاسب عليه، وأنا كذلك اليوم عندي أطفال لازم أحاسبهم على قدر الخطأ اللي خطأوه.